بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الأحبة الأفاضل، نحمد الله عز وجل أن جمعنا في بيت من بيوته نتذاكر فيه كتاب الله عز وجل. فما أحلى أن يتذاكر المسلمون في كتاب الله عز وجل ويمعنون النظر فيه وفي معانيه وفي أحكامه وفي أسراره ومقاصده. فالخير كل الخير في كتاب الله عز وجل، هذا الكتاب الذي منذ أن نزل إلى الآن وهو يتلى كما أنزله الله عز وجل، ولم يستطع أحد أن يغير منه شيئا مع كثرة المحاولات إلى ذلك. حاول الكثير وفي كل العصور وفي كل الأزمان وفي كل الجهات أن يحرفوه وأن تمتد إليه يد التغيير، فلم يقع شيء من ذلك أبدا، لأن الله عز وجل تعهد بحفظه وتكفل به ولم يترك حفظه إلى أحد من خلقه. الشرائع التي من قبلنا وكلت في حفظها إلى العلماء، علماء بني إسرائيل، لكن شريعة الله الخاتمة التي أرسل بها سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم لم يعهد حفظ كتابها إلى أحد. ولذلك قال ربنا عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله عز وجل تكفل أن يحفظ كتابه بنفسه دون أن يكل ذلك إلى أحد من خلقه. والحفظ المذكور في الآية القرآنية الكريمة هو حفظ له من جميع الوجوه، حفظ للقرآن الكريم من حيث آياته وسوره، من حيث نصوصه القرآنية التي نتلوها في صلواتنا وفي مجالسنا، حفظ لمعانيه، حفظ لأحكامه وتشريعاته، حفظ لما فيه من الأخلاق والمكارم والفضائل، حفظ لأسراره ومقاصده، حفظ لما فيه من القصص الذي فيه عبرة، حفظ لما فيه من المواعظ والعبر والدروس البالغات. كل هذه الجوانب تكفل الله عز وجل بحفظها فيه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك فبقدر ما تقبل الأمة الإسلامية على هذا الكتاب العزيز وعلى هذا القرآن العظيم فإنها تغتني بما فيه من العلم، لأن هذه الأمة هي أمة القرآن. هذه الأمة من خصائصها أنها أمة قرآنية، لا يمكن أن يكون لها شأن إلا بالقرآن الكريم، لا يمكن أن يكون لها تاريخ وأن تقوم لها قائمة إلا في ظل كتاب الله عز وجل. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بعث في هذه الأمة كانت لا شيء،
لا شيء. الأمة حينما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم وجدها قد يعني بلغت القمة في التصدع والتفرق والتمزق، في الانحلال والتفسخ، في انعدام الأخلاق، بل إنه صلى الله عليه وسلم وجدها وقد أكلتها الحروب ومزقتها الفتن والنزاعات، فغيرها ونقلها مما كانت عليه إلى وضع لم تكن تحلم به. ردها أمة واحدة، بناها بناء جديدا وصاغها صياغة جديدة، صارت خير أمة أخرجت للناس في مدة معدودة وجيزة في نحو من 23 سنة، جعلها النبي صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس بشهادة الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وهذا البناء وهذه الصياغة وهذا الإعداد النبوي لهذه الأمة إنما هو بالقرآن الكريم. فلو علمت الأمة قيمة هذا الكتاب الذي تهمله وتعرض عنه وإنما تقرأه في المقابر والمآتم والمحازن، لو علمت قيمته لاتخذته منهجا في حياتها، لأقبلت عليه في تدبير شؤونها وأمور حياتها. لأن هذه الأمة حينما كانت تنطلق منه في حياتها كانت أمة قوية، حينما كانت تحكم بالقرآن وبأحكام القرآن وشريعة القرآن كانت أمة مهيبة بين الأمم، تخافها الأمم، تهابها، تقيم لها 1000 وزن. ولكن على العكس من ذلك، حينما قضى الاحتلال وطره وحاجته وتولى وترك مستعمراته كما أراد، حينئذ صارت هذه الأمة في كل أجزائها وأوصالها يعني مشلولة، لا قيمة لها ولا عزة لها ولا مجد لها ولا كلمة لها، وإنما ذلك لأنها فقدت أسباب العزة، ولا عزة إلا في القرآن الكريم. القرآن الكريم جاء ليبين لنا وليخبرنا ويعلمنا أن الشريعة التي أودعت فيه وأن أحكام هذه الشريعة وأخلاق هذه الشريعة وما فيها من عبر ودروس وما إلى ذلك، كل ذلك مبني في القرآن كله على العلم. لم تأتي هذه الشريعة ولم يأتي هذا القرآن الذي هو أصلها، لم يأتي بالجهل. فالقرآن الكريم الذي هو مصدر العزة للمسلمين ومصدر القوة هو قائم في أمره كله على العلم. ولذلك كانت الآيات الأولى من هذا القرآن العظيم، أول ما نزل من السماء على الأرض من القرآن العظيم، هو قوله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآيات الخمس كانت هي أول ما نزل على الإطلاق، وهي تشعرنا بأن هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هذا القرآن الكريم هو قائم على العلم، جاء ليعلمكم. وماذا يعلمكم؟ يعلمكم يعني العلم الذي ينفعكم، يعلمكم الحكمة،
يعلمكم دين الله، يعلمكم كيف تحدثون الصلة بينكم وبين الله، لأن العلم النافع هو الذي فيه هذه الخصائص. لذلك أول ما نزل من القرآن الكريم آيات بينات تشعر جميع المخاطبين بأن هذا القرآن ليس هو مجرد كلام كما عندكم أيها العرب، وإنما هو كلام موزون. ليس المقصود هنا بالموزون يعني الموزون اللفظي، إنما موزون في معانيه، موزون في أحكامه، في دقته، موزون لأنه معجز. والله عز وجل يمن علينا ويشعرنا بمنته، بمنه علينا نحن، وبما ينبغي أن نقابل تلك المنة بالعبودية له عز وجل، فيذكرنا ببعض صفاته سبحانه وتعالى لنكون في مستوى تقديرها وتعظيمنا لها. اقرأ باسم ربك، أول صفة من صفات الله عز وجل تذكر في القرآن الكريم، في أول ما ينزل من القرآن الكريم، أول ما تنزل به هذه الآيات من السماء إلى الأرض، أول صفة صفة الرب سبحانه وتعالى. وهذه الكلمة إنما تقال لمن يتعهد مربوبه، فالرب عز وجل هو ربنا ونحن مربوبوه، إذن فهو يتعهدنا ويعتني بنا وما إلى ذلك. فهذه أول صفة ليعلم القارئ لهذه الآية والسامع لها أن الله عز وجل حينما جاءنا بهذا التكليف وبهذا التشريع وجاءنا بهذه الشريعة، إنما لأنه يعتني بنا، لأنه يرعانا، لأنه يقصد إلى أن يكلفنا بما فيه مصلحتنا. اقرأ باسم ربك الذي خلق، وذكر صفة الثانية التي هي الخلق، أنه الخالق، فهو يشعرنا بأنه لم يخلقنا غير الله عز وجل، فنحن أمام الله سبحانه وتعالى مخلوقون، عبيد الله، وهو الخالق المستحق لأن يكون السيد ولأن يكون المعبود. اقرأ باسم ربك الذي خلق، وفي ذكر صفة الخالق سبحانه وتعالى إشعار لنا بأننا لا شيء، لا قيمة لنا في الأصل الذي كنا عليه، لم نكن شيئا، كنا عدما معدوما، فتفضل الله علينا وامتن علينا بنعمة الإيجاد. هذا كله نفهمه من قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. ماذا خلق؟ خلق الإنسان من علق. إذن لم يكن الإنسان شيئا مذكورا، هذه الحقيقة التي يجب أن لا يغفل عنها الإنسان. هذه الآيات ومثلها ينزل للاتعاظ، لأخذ العبرة، لنعلم من نحن، ما أصلنا، ما قيمتنا، ما شأننا. نحن لم نكن شيئا مذكورا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ يعني هذه الحقائق يغفل عنها الإنسان حينما يجد نفسه في منصب، وحينما يجد نفسه يعني له الجاه وله السلطة وله التمكن وله المال وله الأمر والنهي، وله ينسى هذه الحقائق التي جاءت الآيات الأولى على الإطلاق تشعرنا بها. الذي خلق، هو الذي خلقنا، قبل خلقه إيانا لم نكن شيئا، فأوجدنا من العدم. أي نعمة كهذه؟ كم يلزمك من القرون وأنت تعبد الله عز وجل لتشكره على هذه النعمة؟ لو بقيت يعني منذ أن وعيت إلى أن تموت وأنت تعبد الله لا تفتر عن عبادته لما وفيته شكر هذه النعمة. الذي خلق، نعمة الخلق، نعمة الإيجاد.
ثم الحقيقة الثانية العظمى التي ينبغي أن يستحضرها الإنسان كلما لمس من نفسه عجبا بنفسه، كلما لمس بنفسه نوعا من الطغيان ونوعا من العلو ونوعا من الترفع على الناس وعدم التواضع معهم، كلما أحس بأنه قد علا شأنه، فليتذكر قول الله تعالى الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. فأصل الإنسان من علق، ذلك العلق الذي نجده في الماء حينما يبقى الماء راكدا لمدة فتنشأ فيه تلك الأعلاق، يعني ذلك الحيوان يعني الصغير الحقير الذي قد تتقزز منه نفوسنا، قد نستقذره. فكذلك كان كل واحد منا علقة، علقة. فالأصل إذن لو تذكر الإنسان وتأمل بعقله ورشده ووعيه، الأصل حقير، أصل كل واحد منا حقير. حينما يعني يشعر بالتطاول ويشعر بالانتفاخ وبالصلف والعجب والكبرياء، فليذكر أنه من علق، فليذكر أنه من علق. والله تعالى يذكرنا بهذه الحقيقة في مواطن كثيرة وبأساليب متعددة، بألفاظ وعبارات من ماء مهين. أم نخلقكم من ماء مهين، يعني حقير، من الهوان اللي هو الحقارة. فالأصل إذن هو هكذا، ولكن كل ما بكم من نعمة فهو من الله سبحانه وتعالى. كل ما وصل إليه الإنسان من علم ومن يعني ثقافة وفكر وكذا وكذا، فكل ذلك من الله. إنما كنت علقة، وإنما كنت من ماء مهين. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، من علق. فذكرنا عز وجل بأصولنا، بمن طلقنا منه وانحدرنا منه من هذا الأصل، ثم شرفنا وعظمنا وأعطانا يعني ما أنسانا هذه الحقارة. ولاحظوا، من أجل أن نعلم هذا، من أجل أن نستحضره وأن ندركه وأن نعي به، من أجل أن نعقل هذه الحقائق، لا بد من الوسيلة، وهي اقرأ. والمقصود بالقراءة لازمها، أي تعلم، لأن القراءة وسيلة للعلم. فحينما يقرأ الإنسان فإنه يتعلم. تقرأ القرآن لتفهم معانيه، تقرأ كتابا في الفقه لتدرك كذلك ما فيه من الأحكام والمسائل والفقه وما إلى ذلك. تقرأ أي كتاب في أي علم، إنما تقرأه لتفهم ولتعلم. فالقراءة إذن هي أبرز وسيلة للتعلم وللفهم، والذي يحصن الإنسان من الضلال والغواية والزيغ والخروج عن جادة الاستقامة، إنما يحصنه العلم، العلم الشرعي، العلم الموصل إلى الله عز وجل. ولذلك أول كلمة على الإطلاق وأول أمر من أوامر الله هو اقرأ. طبعا الخطاب وإن كان موجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أيضا موجه إلينا. كل ما خطب به النبي صلى الله عليه وسلم فهو خطاب لنا، إلا ما خصه عز وجل بصريح العبارة. اقرأ، ثم بين لنا أن القراءة النافعة، القراءة الموصلة إلى العلم النافع، القراءة التي تشع نورا في القلب وتجلب علما يشع في القلب، إنما هي القراءة
انطلاقا وابتداء باسم الله. هذا منهج التعلم والقراءة وطرق أبواب العلم وبذل الجهد لتحصيل العلم ينبغي أن يكون على منهج ربنا عز وجل. وما هو هذا المنهج؟ أن ننطلق باسم الله، معتمدين على الله، موقنين بأن العلم النافع إنما هو من الله، أرسله إلينا عن طريق أنبيائه ورسله. اقرأ باسم ربك، أي حالة كونك مبتدئا باسم الله، منطلقا باسم الله، منطلقا بأمر الله وبإذن الله، منطلقا ومتوكلا على الله. لأن علمنا وكل ما نريد أن نصل إليه فيه إنما نجعله لله عز وجل، نبتغي به وجه الله، نسلك به الطريق إلى الله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، كل شيء. فنحن ندرس العلم لله عز وجل لأجل أن نتبصر في ديننا ونتفقه في ديننا وأن نسلك الطريق على الوجه الأسلم الأرشد. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. إذن ذكرنا أولا بما كنا عليه من هذا الأصل الحقير، هذا الإنسان الذي شرفه الله تعالى إذا رأى نفسه قد طغى فليرجع إلى الأصل، فهو لم يكن شيئا وخلقه الله، ولما خلقه خلقه أولا وقبل كل شيء من علق، خلق الإنسان من علق. ثم جاء التكريم وجاء النقل من هذه العلقية إلى ما هو أفضل وأكرم عند الله عز وجل، إلى أن فضله على العالمين والمخلوقات وسخر له هذه المخلوقات. قال اقرأ وربك الأكرم، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فنقله إذن من ذلك الأصل المهين الحقير من علق إلى أن صار إنسانا سويا، له عقل وله تفكير وله قلب وله سمع وبصر وفؤاد. ثم علمه ما لم يكن يعلم، أي يسر له سبل التعلم. اقرأ وربك الأكرم، يعني ما سيمن عليه علينا به من العلم وما إلى ذلك إنما هو من كرم الله عز وجل. هذا يدل على أن كرم الله أوسع بأكثر مما نظن. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، والقلم وسيلة أخرى من أقوى الوسائل للتعلم. القلم واقرأ قراءة وكذلك ما يكتب بالقلم، هذه هي أصول العلم، أصول العلم، أصول أدوات العلم. لذلك حتى ولو تطورت وسائل التعلم حيث ما تطورت ووصلت إلى حيث ما تريد أن تصل، لا بد من هذه الأصول لمن أراد أن يرسخ العلم في عقله وفي فكره وفي ذهنه. ها نحن الآن في زماننا هذا وفي واقعنا المعاصر نجد أن الذين درسوا العلم بهذه الأصول، درسوا العلم بالكتاب، بالكتابة واستعمال القلم، درسوا العلم بالقراءة والمراجعة والمساءلة والمدارسة، هؤلاء هم الذين يتخرجون علماء. أما الذين يرجعون إلى تلك الوسائل التقنية الحديثة دون هذه الأصول فالنتيجة قد رأيناها، قد رأيناها. لذلك ما ذكر الله عز وجل هذه الأمور وهذه الوسائل والأدوات التي تتخذ في سبيل التعلم إلا لأهميتها، لا مانع من أن نستفيد من هذه يعني التقنيات الحديثة، لا مانع أن نستفيد من هذه الرقميات ومن هذه يعني الأشياء
الحديثة في التعلم، كتب الرقمية والحواسيب وما إلى ذلك، هذا كله جيد، ولكن ينبغي أن نحتفظ على الأصول التي لا يرسخ العلم إلا بها. فإذا هذه أيها الأحبة الأفاضل هي الآيات الأولى التي نزلت من القرآن الكريم، وكلها مشعرة بحقائق. مشعرة أولا بأن هذا الإنسان إذا وجد نفسه قد يعني أحس أنه شيء، أنه شيء، وأنه يعني بلغ مبلغا عظيما في الناس، وأنه يلزم الناس باحترامه وبكذا، فليرجع إلى أصله. هذه واحدة. ولذلك لاحظوا معي في هذه النقطة، حينما ذكرنا الله تعالى بهاتين الحقيقتين، أولا أننا كنا عدما فخلقنا الله، ثانيا كيف خلقنا؟ من علق. بعد هذه الآيات الخمس مباشرة يقول ربنا عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. المصير إلى الله عز وجل، هو الذي خلقك، هو الذي أوجدك، أوجدك من عدم، لم تكن موجودا، فاقتضت إرادة الله تعالى وتفضله ومنته عليك أن يوجدك. فكونك اختار الله أن يوجدك هذا إنعام، وأي إنعام، فينبغي أن تقابله بالشكر. كيف تشكره؟ تعلم، اقرأ كما أمرك، اقرأ. وهذا هو الحقيقة الثانية، أن ديننا وأن كتاب ربنا عز وجل لم ينزل لنجعله في المتاحف، في الرفوف، لم ينزل لنقرأه في المقابر، نقرأه في المآتم وفي الأحزان والأقراح وما إلى ذلك، لا أبدا. نزل من أجل أن نحفظ نصوصه وأحكامه ومعانيه ومضامينه ودروسه ونتمثلها في حياتنا. نزل لنعمل به، نجعله حكما في حياتنا ومرشدا لنا في حياتنا. لذلك مباشرة بعد هذه الآيات الخمس يأتي قوله تعالى: كلا إن الإنسان لا يطغى. ينسى أنه من علق، وينسى أنه لم يكن شيئا حتى ذلك العلق. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. والاستغناء هنا معناه أنه استغنى بما عنده عن الله عز وجل، يعني صار ذا مال وصار ذا منصب وجاه ومركز ونفوذ وسلطة وما إلى ذلك، فينسى أن الله خلقه، وينسى أنه خلقه من علق، فيطغى ويتجبر على الناس وما إلى ذلك. إذن المخلص من هذا كله، المخلص من هذا الطغيان ومن هذا الجبروت ومن هذا التمرد على الله عز وجل، المخلص من هذا كله هو العلم، لأن الموقع في هذا كله هو الجهل الذي يوقع الإنسان في هذا الطغيان والانسلاخ عن آدميته وبشريته وعن كونه مخلوقا، الانسلاخ عن أن يتذكر أصله الحقير، الانسلاخ من هذا إلى الطغيان والتجبر والكبرياء والعجب، إنما هو الجهل هو الموصل إلى ذلك. حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن العظيم إلى قومه العرب، أيضا تجبروا وطغوا وتحدوا، ومما تحدوا به قوله تعالى: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله أو تأتينا آية. يعني علاش ما يكلمناش الله مباشرة؟ لماذا يا محمد تدعي أنت يعني أن ما تقوله لنا كلام الله؟ فليكلمنا مباشرة، أو يرسل إلينا آية معجزة مباشرة، لماذا يرسلها على يديك؟ شوف التحدي كيف كان. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله،
أو تأتينا آية معجزة. هذا التحدي والجبروت والطغيان اللي قال فيه الله تعالى كلا إن الإنسان لا يطغى، ما سببه؟ أولا أنهم كانوا يعني أسيادا وأشرافا وأغنياء والكل تحت سلطتهم وإمرتهم وما إلى ذلك، هذا من جهة. ولكن السبب الأول الذي ما قبله سبب هو الجهل، الجهل بحقيقة أمرهم، الجهل بما هم هؤلاء وما أصلهم. ولذلك الآية الكريمة ماذا فيها؟ فيها قول الله تعالى وقال الذين لا يعلمون، لا يعلمون، نفى عنهم العلم، نفى العلم، ونفي العلم عنهم معناه إثبات الجهل، فنفي العلم وإثبات الجهل هو السبب في هذا التحدي وفي هذا الطغيان وفي هذا الانسلاخ من مستواهم البشري. فإذا الإقبال على العلم المعرف بالله عز وجل، العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، العلم القرآني، العلم الرباني، العلم الشرعي، هو الذي يبصرنا ويعرفنا بمن نحن، من نكون، وما الذي علينا وما الذي لنا، هو الذي يجعلنا نقف على حدود الله، هو الذي يجعلنا نعبد الله حق العبادة. لأن العبادة في الحقيقة ليست يعني قاصرة على الصلاة، العبادة يعني بمعناها الأوسع أن تكون عبدا لله، أن تكون عبدا لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، إلي بالصلاة والصيام والزكاة وما إلى ذلك، وبكل ما يحرر عبوديتك لله عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليكونوا عبيدا لي، إلا ليحرروا عبوديتهم لي دون غيري. هو نظام العبادات، هو نظام من نظم كثيرة للعبادة الأعم، بمعناها الأعم. إحلال الحلال عبادة، تحريم الحرام عبادة، إقامة الواجبات عبادة، ترك المحرمات عبادة، ترك الزنا عبادة، ترك الخمر عبادة. ولذلك فهذه هي العبادة بمعناها الأعم، وهي الغاية التي من أجلها خلقنا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. بمعنى أن إقامتنا لدين الله عز وجل وتطبيقنا لكتابه سبحانه وتعالى، هذا نحن المستفيدون من هذا كله. ماذا يعني ماذا ينفع الله تعالى في شيء؟ هذه العبادة وإقامة شرع الله عز وجل وتطبيق كتاب الله والعيش في ظل الله والموت على ذلك إلى أن نلقى الله، ماذا ينتفع بما ينفع الله تعالى هذا؟ عبادتنا لا تنفع الله في شيء، ومعصيتنا لا تضره في شيء. فإذا كل هذا تشعر به الآيات الأولى، اقرأ، فمن قرأ تعلم، ومن تعلم علم، ومن علم بلغ. لا يمكن أن يصيب الإنسان في هذه الدنيا من الكوارث والمصائب والطغيان والانحراف والشذوذ وما إلى ذلك. هؤلاء الذين يعني ينعقون يوميا، ما سبب نعيقهم؟ إنما هو الجهل، إنما هو الجهل. العلم النافع للإنسان هو الذي يحملك على الاستقامة، يجعلك مستقيما على أمر الله، صالحا في نفسك، مصلحا لغيرك، بحيث أنت مستقيم في ذاتك، واستقامتك هذه تفيض منك وتشيع على الآخرين. لأنه لو كنت فعلا مستقيما حقا وصالحا في نفسك حقا ولم تؤذي أحدا، فهذه الاستقامة وهذا الصلاح يفيض منك وينتقل إلى الآخرين.
فتكون مؤثرا فيهم وداعيا لهم إلى الله وأنت صامت بأخلاقك فقط، باستقامتك فقط. ثم حينما نقول العلم لا نقصد أن يكون الإنسان بحرا في العلم، هذا مش هو المقصود إطلاقا. قد يكون بحرا في العلم ولكنه لا ينفع لا نفسه ولا غيره. قد يكون بحرا في العلم ولكنه غير مستقيم. قد يكون بحرا في العلم ولكنه منحرف ضال، ولكنه متجبر طاغ، ولكنه يفعل المحرمات ويترك الواجبات. فليست المسألة العلم، احنا نتكلم عن العلم الشرعي الذي يربطك بالله ويحملك على العمل. العلم بميزان الله هو المصحوب بالعمل، هو الحامل على العمل. ولذلك انظر إلى آية قرآنية كيف عقد فيها ربنا عز وجل مقارنة بين نموذجين من الناس، أحدهما وهو المصرح به في الآية هو ذلك الإنسان الذي تجده منتفعا بعلمه، بحيث دائما تجده على حدود الله، راكعا ساجدا قانتا قائما بأمر الله عز وجل، يحافظ على صلواته، يحل الحلال يحرم الحرام، يعني يقدم للآخرة ما استطاع من العمل الصالح، دائما ينتظر أن يأتي أمر الله. والعكس نموذج المعاكس لهذا، الإنسان الذي تجده دائما مقبل على شهواته وملذاته، يريد أن يغتنم أكبر ما يمكن من الملذات والمتع الدنيوية، ويمتلك أكبر ما يمكن من حطم الدنيا ومتاعها. فالله عز وجل يقارن بينهما، ثم انظر إلى تلك النتيجة التي يذكرنا بها. قال ربنا عز وجل: أمن هو قانت ناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هذا نموذج، والنموذج الثاني طوية حذف تقدير الكلام كمن هو على العكس من ذلك. ثم جاءت النتيجة: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فالذين قائمون على أمر الله، راكعون ساجدون قانتون، يعني يرقبون أن يلقوا ربهم عز وجل، يحذرون الآخرة ويرجون رحمة الله، هؤلاء هم العلماء في ميزان الله. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين هم على العكس من ذلك لا يعلمون، نفى عنهم العلم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة، طبعا يحذرها بماذا؟ بالعمل الصالح، يخاف الله بالعمل الصالح، لأن الخوف من الله يعني يحمله على العمل الصالح. الخوف الحقيقي خشية من الله، ليست هي مجرد شعور داخل النفس يحمر لها الوجه أو يصفر، وإنما هو الذي يحركك إلى العمل الصالح، هو الذي يحملك على أن لا يفتقدك الله تعالى حيث يجب أن يجدك، وأن لا يجدك حيث نهاك أن يجدك. هذا هو الخوف الحقيقي. ومن يكون فيه هذا الخوف الحقيقي في الدرجة هذه العالية؟ هم العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني إنما يخاف الله حق الخوف ويخشاه حق الخشية هم العالمون الذين يعني على علم بما يعرفهم به عز وجل وبحقوقهم عليه. لأن الإنسان بقدر ما يعلم حقيقة نفسه وما يجب عليه في حق ربه عز وجل، فإنه يكثر من عبادة الله عز وجل. ثم هذا العلم الذي نتحدث عنه من شأنه أن يعلي الإنسان إلى الدرجات العلى والمقامات العليا. ومن هذه المقامات أن يصير بهذا العلم الشرعي الذي يأخذه من القرآن الكريم، بمدارسة القرآن الكريم، بالإقبال على القرآن، لأنه هو أصلاً
لماذا أوجب الله علينا في صلواتنا أن نقرأ القرآن؟ من فرائض القرآن أن يقرأ الفاتحة بالصلاة، ومن سننها أن يقرأ ما يسر الله تعالى بعد الفاتحة من سورة أخرى أو آيات أخرى. يعني عنصر القراءة في الصلاة ما المقصد منه؟ لماذا يعني صلواتنا نحن المسلمين فيها الفاتحة لزوما وفيها كذلك ما يسر الله تعالى من القرآن حسب محفوظ الإنسان؟ لماذا؟ كان بالإمكان أن لا تكون هكذا، ولكن من أجل أن يعيش المسلم يوميا مع كتاب الله، مع كتاب الله. أولا لأن مجرد أن تقرأ القرآن تؤجر على هذه القراءة، يعني قبل أي شيء بمجرد أن تقرأ فلك بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. إذن ضرب الحروف اللي كتقرأها في الفاتحة والسور اللي كتقرأها من بعد منها إلى آخره، ضربها في الحساب هذا لتعلم كم تحصل عليه من الحسنات في كل صلاة، فمن أدرك ذلك استزاد من النوافل واستزاد من قراءة القرآن. طيب هذه واحدة، نقرأ القرآن في صلواتنا من أجل أن نؤجر على هذه القراءة، لأن مجرد قراءة القرآن وتلاوته عبادة مأجورة. ولكن هذه في حد ذاتها، حد ذاتها هي بالنسبة لما سواها وسيلة، والغاية هي التدبر والتفهم، يعني أن تدرك ما استطعت أن تدرك من معاني القرآن الكريم. وإذا فالمسلم يعيش مع كتاب الله عز وجل في صلواته المفروضات التي هي خمس صلوات، يعيش خمس مرات وهو مع الفاتحة ومع ما يسر الله له من القرآن الكريم. إذا القصد من ذلك هو التدبر، هو أن تقرأ القرآن وتعي ما تقرأ. الإنسان الذي يقرأ في الصلاة ولا يعني لا يعي ما يقرأ، لا يشعر بما يقرأ، لا يحس، لا يعقل ما يقرأ، هذا في الحقيقة يعني صلاته مخدوشة، إنه لا بد من الخشوع، ولا يكون الخشوع إلا بالتدبر. كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم حينما يقرؤون القرآن في صلواتهم بل حتى في مجالسهم تقشعر جلودهم، ولا سيما إذا مروا بالآيات التي فيها يعني تخويف وترهيب وكذا وتهديد بالعذاب ووعيد بجهنم وكذا، ترتعد فرائصهم وتقشعر جلودهم وجنوبهم، وقد أخبر القرآن بذلك. إذن شرع الله عز وجل قراءة القرآن في الصلاة من أجل أن نتدبر ومن أجل أن نتعظ، ليكون بسبب ذلك صلاحنا واستقامتنا، صلاحنا واستقامتنا. لذلك فإن الإقبال على القرآن الكريم ومدارسته وفهم معانيه وأحكامه وقيمه التربوية وما إلى ذلك من شأنه أن يعلو بنا ويزكي نفوسنا ويرقى بنا إلى أن نكون ربانيين، ربانيين. والربانيون جمع رباني، والرباني هو الذي يكون يعني موصولا بالرب عز وجل، لا تنقطع صلته بالله سبحانه وتعالى، لأن كلمة رباني هي كلمة الرب نسبنا إليها، جبنا ياء النسب وجئنا بالألف والنون للتقوية، لأن نسبة إلى الرب إما بدون تقوية أو بالتقوية، بدون تقوية يعني نقول ربي والأصل ربي، نقول ربي، فالربي هو أيضا الموصول بالله عز وجل بربه سبحانه وتعالى الذي له صلة دائمة مستمرة بربه تعالى.
لا تنفصل عنه هذه الصلة، لا تنفك، لا تقف، لا تفطر، هو الربي. فإذا أردنا أن نصفه بأنه قد بلغ في هذه الربية مبلغا عظيما ومقاما عاليا نقول رباني، رباني، لأن هذه في اللغة العربية هو أنه حينما تريد أن تنسب إلى الشيء تكتفي بياء النسب. فأنت إذا أردت أن تصف أن تنسب إلى شعر تقول شعري، شعر، شعري. فإذا أردت أن تقوي هذه النسبة لأن الشخص شعره كثير تقول شعراني، تأتي بالألف والنون مع ياء النسب تقول شعراني. إذن هذا الأمر كذلك ربي ثم أقوى منه وأعلى منه رتبة رباني، يعني علاقته بالله لا تنقطع إطلاقا وهي قوية عميقة، بالإضافة إلى استمرارها ودوامها فهي عميقة قوية. والله تعالى قد ذكر في القرآن الكريم الصيغتين معا، وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، معه ربيون كثير. وكذلك ذكر الربانيين في آيات في الحقيقة، منها آية آل عمران وهي التي تهمنا، وهي قوله عز وجل ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين. انظروا إلى هذه الآية الكريمة، لأن القرآن الكريم يجب أن نقبل عليه بعقولنا وبقلوبنا وبقلوبنا، كما نفتح الأعين في قراءة كتاب الله والآذان في سماعه، يجب أن ينفذ المسموع أو المرئي أن ينفذ إلى القلب. فلا يكون المسلم قد قرأ القرآن بحق إلا إذا نفذ المقروء إلى قلبه، فإن لم ينفذ فلم يقرأ، فيقال له اقرأ فإنك لم تقرأ. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، معنى هذه الآية الكريمة أو هذا الشطر من الآية الكريمة أنه ليس هناك في الأنبياء والمرسلين أحد على الإطلاق أعطاه الله الحكم والنبوة ثم دعا إلى نفسه، عوض أن يدعو إلى الله دعا إلى نفسه، هذه ما كيناش على الإطلاق. وقد يعني جاء نفيها بما يسمى نفي الكون، ونفي الكون لا تعقيب عليه ولا استثناء فيه، نفي قاطع. ما كان لبشر أن يؤتي الله إلى آخره، ما كان، إذا وجدت في كلام الله تعالى أو في كلام العرب ما كان وما يكون فهذا نفي مطلق لا يمكن أن يستثنى منه أبدا ولا يعقب عليه على الإطلاق. إذن هذه الحقيقة ينفيها الله عز وجل، هذا الأمر ينفيه نفيا مطلقا قاطعا باتا. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب، يعني أن ينزل عليه وحيا، والحكم والنبوءة يجعله نبيا وينزل عليه حكمه سبحانه وتعالى، أي أحكامه التي يأمر بها قومه. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، لم يقل أحد من أنبيائه هكذا، لأنه لو فرضنا أن هناك من فعل ذلك ودعا إلى نفسه إذن فنحن نطعن في ربنا عز وجل لأنه لم يختر لرسالته من هو أهل لها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن يأتي الشطر الآخر في الآية، ولكن، أي الذي دعوا إليه، ما هو؟ قال ولكن كونوا ربانيين، بمعنى أنه ما من نبي مرسل إلا وقد كانت خلاصة رسالته أنه دعا قومه إلى أن يكونوا ربانيين، إلى أن ينشئوا علاقتهم بالله عز وجل. ولكن كونوا ربانيين، أي اربطوا علاقتكم بالله. هذه الربانية كيف يمكن أن تحدث؟ كيف نؤسسها؟ كيف نحدثها؟ فالقرآن الكريم
تكلم عن الوسيلة، قال ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالوسيلة الوحيدة إلى الربانية هو علم الكتاب، هو مدارسة الكتاب. والكتاب الذي خصنا الله عز وجل به وأرسل به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم هو الكتاب الخالد إلى يوم الدين. كل الكتب السابقة وقع فيها ما وقع من التحريف ومن الزيادة والنقصان والتغيير والتبديل وما إلى ذلك، ولكن كتاب الله القرآن العظيم كما قلنا من قبل تعهد الله عز وجل بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن السبيل إلى هذه الربانية هي الإقبال على كتاب الله عز وجل ومدارسته والاغتراف من معينه والاقتباس من نوره. كل ما استطاع الإنسان أن يأخذ من معانيه ومن أسراره ومن دروسه وعبره فهذا هو الذي يوصله إلى الربانية. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، أي بعلمكم للكتاب، فعلمكم للكتاب هو الموصل إلى هذه الربانية وليس غير. بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. إذن فدراستكم للكتاب وإقبالكم عليه وتعلمكم ما فيه هذا هو الذي يوصلكم إلى الربانية. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والتعلم هنا والتعليم يدخل فيه الحفظ في النصوص والآيات والسور والفهم له، لأن التعلم يشمل جميع ما يتعلق بما يحصل به العلم، لأن كلمة تعلم هي تفعل من علم، تفعل تعلم يتعلم تعلما، وصيغة التفعل في العربية تدل على بذل الكلفة لحصول ذلك الفعل. فالتعلم بذل الكلفة والمشقة والجهد لحصول العلم، والتفقه بذل الكلفة والمشقة لحصول الفقه، وهلم جرا. ما من صيغة هكذا إلا وتعني بذل الجهد والمشقة لحصول ذلك الفعل. فإذا لا بد من الإقبال على القرآن الكريم والصبر على العكوف عليه ومدارسته، وحينئذ يستطيع الإنسان أن يخرج بما يسر الله له من العلم لهذا القرآن الكريم. بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. والعلم كما قلنا ينتج عن التعلم، لذلك في قراءة أخرى وهي أيضا سبعية وقطعية بما كنتم تعلمون الكتاب، تعلمون الكتاب، لأن التعلم والتعليم متلازمان لا ينفكان، لا تعلم بغير تعليم، والتعليم إنما هو لمن يتعلم. خيركم قلنا من تعلم القرآن وعلمه، أي من يعني تعلم نصوص القرآن، حفظ القرآن من حيث هو آيات وسور، وتعلم المعاني والفقه وما إلى ذلك، كله داخل في التعلم. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال من تعلم القرآن عظمت قيمته، من تعلم القرآن عظمت قيمته. فمن أراد أن تعظم قيمته في الناس فليتعلم القرآن، وما زال أهل القرآن والمتعلمون للقرآن ما زالت قيمتهم محفوظة، عظمت قيمتهم ما زال إلى الآن، ما زال إلى الآن. ونختم بقوله عز وجل بآية أخرى لا بد للحديث عن موضوع العلم المستمد من القرآن الكريم، وأنه هو السبيل الواحد إلى ما ذكرناه من الربانية ومن
التغلب على النفس الأمارة بالسوء ومن النجاة من الطغيان والحراف والجبروت وما إلى ذلك، في هذا المقام لا بد من العروج على قوله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه الآية الكريمة هي وحدها يمكن أن يعقد لها درس كامل أو أكثر، ولكن يعنينا منها الآن في سياقنا هذا وفي مقام الموضوع الذي نتحدث فيه، يكفي فيها أن التفقه الذي ذكره الله تعالى وحثنا عليه، قال ليتفقهوا في الدين، ثم بين لنا هذا النوع من التفقه الذي يجب الحرص عليه، ليس التفقه لأجل التفقه. وكما قلنا، العلم هذا شأنه بالنسبة لميزان الله عز وجل وللميزان القرآني، ليس العلم هو لأجل العلم، لا أبدا، وإنما هو ليعرفنا بالله عز وجل. إذن فالتفقه في الدين ليس المقصود منه هو أن نكون يعني أوعية في هذه المعلومات والمعارف وفي هذا الفقه وما إلى ذلك، ولكن قال ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فالفقه الحي، الفقه الحقيقي، هو الذي يعني يعود على الإنسان فيحركه ويجعله يخاف، هو الذي يحصل به الإنذار. ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ثم أخيرا لعلهم يحذرون. هو الفقه، الفقه هو الذي ينتهي بك إلى أن تحذر الآخرة التي ذكرناها في الآية السابقة، أن تحذر الآخرة وأن ترجو رحمة ربك وأن يعني تنتظر لقاء الله عز وجل بالعمل الصالح. هذا هو الفقه، الفقه الذي يصحبه العمل. يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، هذه نتيجة الفقه، هذا أثر الفقه الذي ينبغي أن يكون وأن نحصل عليه وأن نسعى إليه ونحرص عليه. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يسددنا وأن يعلمنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، لأن العلم يعني إذا لم ننتفع به فلا قيمة له. فالعلم الحق هو الذي ينفعنا وننتفع به ونوظفه في حياتنا، فنسأل الله أن يعلمنا حتى لا نبقى جاهلين، وأن ينفعنا بما علمنا. ونسأله سبحانه وتعالى أن يختم لنا جميعا بالحسنى، أن يختم لنا بالحسنى وأن يرضى عنا. نحن في الحقيقة مهما شكرنا ربنا عز وجل فلا نستطيع أن نفي بشكره أبدا، فلذلك نسأل الله تعالى أن يعاملنا بفضله وبكرمه وبعفوه، أما لو عاملنا بعدله فإحنا خاسرين في الامتحان ساقطين. لذلك نرجو الله تعالى أن يعاملنا بما هو أهله وأن لا يعاملنا بما نحن أهله. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.